التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن فجر هذا اليوم ببدء عمليات عسكرية مكثفة ضد الميليشيات الحوثية، وهذه العمليات التي أعلنت فجر هذا اليوم هي مركزة بشكل مباشر من قبل التحالف العربي على صنعاء، وأنا أتحدث هنا عن أهداف مشروعة يسيطر عليها الحوثيين هنا في صنعاء بشكل مباشر. يحاول التحالف العربي من زيادة الضغط من طبيعة الضربات على صنعاء بشكل مباشر، وهذا الضغط هو لزيادة رتم التقدم الجاري في هذه المنطقة. من ضمن هذا الإعلان الذي جاء مع هذه العملية هو أن هنالك أيضا استهدافا ناجحا تم في الجوف على إحدى المنصات التابعة لميليشيات الحوثي التي استخدمت في هجوم بالصواريخ البالستية بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة، دمرت تماما هذه المنصة. كذلك تم الإعلان خلال 24 ساعة الماضية أن كانت هنالك 16 غارة من قبل التحالف العربي الذي تقوده طبعا المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وكذلك في حجة الآن التي دخلت على الخط في عملية المواجهات، وبالتالي هذه الغارات أدت إلى مقتل بحسب وكالة الأنباء السعودية إلى مقتل العشرات من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وحرق 9 عجلات تابعة لهم خلال 24 ساعة الماضية كما تحدثنا. وبالتالي هنالك تغير كبير جدا وفتح العديد من الجبهات على الأرض بالنسبة للحكومة الشرعية وألوية العمالقة وغيرها. هنالك الآن مأرب مشتعلة في المعارك، هنالك شبوة بعد تحريرها بالكامل، تقدم باتجاه مأرب، تقدم باتجاه الآن البيضاء، وكذلك أن جبهة تعز دخلت أيضا على المعارك وهنالك رغبة في التقدم إلى إب وكذلك إلى الحديدة. والآن كما نتحدث محافظة حجة هي أصبحت المحافظة الأبرز في عمليات التقدم الآن، وفتحت جبهة مختلفة لم يتوقعها أحد حتى من الميليشيات الحوثية نفسها. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى محافظة حجة لكي نتعرف على طبيعة ما يجري هنا، كما نلاحظ هنا لكي نتعرف على المنطقة بشكل كامل، هذه الحدود التي ترونها أمامكم هي الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وهذه أيضا حدود فاصلة مع محافظات مهمة جدا موجودة في اليمن. هنا كما نرى محافظة عمران، هنا صعدة، هنا المملكة العربية السعودية، وهذه هي محافظة حجة. وطبيعة مناطق السيطرة للحكومة الشرعية بشكل عام هي تأتي تقريبا بهذا الشكل حتى الجمعة الماضية قبل التقدم الذي سأذكره لكم الآن، وبالتالي كانت السيطرة بهذا الشكل، هنا الحكومة الشرعية وهنا الحوثيين وعملية سيطرتهم، وبالتالي هنالك كانت رغبة والرغبة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بالسيطرة على نقطة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه ألا وهي مديرية اسمها مديرية حرض، هذه هي التي تحاول السيطرة عليها الحكومة الشرعية الآن. دعونا ندخل بشكل أكبر وأكثر من أجل أن نتعرف على طبيعة ما جرى من هذا التقدم الذي نتحدث عنه الآن. بالنسبة لمناطق السيطرة مرة ثانية، نحن في صورة أقرب الآن، الحكومة طبعا الشرعية هي تسيطر بهذا الاتجاه بهذه الطريقة تقريبا كما تلاحظون، كانت إلى الجمعة الماضية بهذا الشكل، وبالتالي هنا نتحدث عن مديرية حرض هنا التي يسيطر عليها الحوثيين. كذلك هنالك معسكر اسمه معسكر المحصام، وهنالك عدد من الجبال، هذه هي عبارة عن عدد من الجبال المهمة الاستراتيجية، هنا جبل حصنين، جبل المحصام، وكذلك هنالك جبلين، هنا جبل وهنا جبل، هذا هو جبل شبكة وهذا هو جبل الهجين، وبالتالي هنالك طريق يفصلهما هنا بهذا الاتجاه تستخدمه الميليشيات الحوثية في عمليات التقدم إلى وادي حرض وإلى مديرية حرض وكذلك إلى هذه النقطة إلى وهي معسكر المحصام. ما جرى بالنسبة لهذه المعركة وما تم من الجمعة الماضية حتى يومنا هذا أن التحالف العربي كانت لديه ضربات مباشرة على هذه المناطق الجبلية والمناطق المحيطة بحرض بشكل مباشر، وكذلك أن بالنسبة للحكومة الشرعية وتحديدا إلى ألوية اليمن السعيد، هذا هو الاسم الذي تتمتع به هذه الألوية التي تتقدم
في محافظة حجة، هي تحاصر المنطقة من جميع الاتجاهات عدا هذه المنطقة طبعا التي يستخدمها ويسيطر عليها الميليشيات الحوثية. بالتالي بعد هذه الضربات مباشرة على هذه المنطقة تقدمت ألوية اليمن السعيد بسرعة كبيرة جدا وسيطرت على هذا الجبل ألا وهو جبل حصنين، وبعد ذلك تقدمت إلى معسكر المحصان بهذا الاتجاه، وبالتالي فتحت باب الضغط على مديرية حرض بشكل كبير للغاية، وتقدموا أيضا استمروا بالتقدم إلى هذا الجبل ألا وهو جبل المحصان، سيطروا على جزء كبير منه وبدأوا بعمليات الضغط على جبل الهجين، وكذلك هنالك تقدم إلى هذا الجبل جبل الشبكة، وبالتالي هنالك أنباء حتى يوم أمس أو حتى الساعات الأخيرة قبل قليل بأن هنالك سيطرة كاملة على هذا الجبل الذي جاء بهذه الطريقة، وبالتالي فإن مناطق السيطرة تغيرت، أصبحت مختلفة الآن بعد سيطرة طويلة للحوثيين، أصبحت تبدو بهذا الشكل مع التقدم الذي جرى الآن بالنسبة إلى طبعا الحكومة الشرعية، وبالتالي أصبحت مديرية حرض محاصرة بهذا الاتجاه، وهذا ما دفع الحوثيين في الساعات الماضية القليلة من عملية مهاجمة الحكومة الشرعية ألوية اليمن السعيد بهذا الاتجاه من أجل السيطرة على هذا الجبل الذي تحدثنا عنه ألا وهو الجبل المهم، وهو جبل طبعا جبل الشبكة، وكذلك أن هنالك كان هنالك هجوما أيضا على مثلث اسمه مثلث عاهم بهذا الاتجاه من أجل فرض بعض السيطرة من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، لأن هنالك اختناق إلى مديرية حرض، هذه المنطقة تحولت إلى منطقة صفراء مضغوطة بشكل كبير من ألوية اليمن السعيد، وهنالك تقدم حتى على وادي حرض، وهذه المناطق بدأت تغلق شيئا فشيئا، ولكن رغم هذا الهجوم من الحوثيين ومحاولة السيطرة عليها إلا أن بحسب الأنباء التي جاءت الرسمية قبل ساعات قليلة بأنهم نجحوا في عملية التصدي إلى هذا الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي من هذا الاتجاه من جبل الشبكة، طبعا سيطرة كبيرة جدا على هذه الجبال عندما تسيطر على المستوى الاستراتيجي، وكذلك نجحوا أيضا في التصدي إلى الهجوم الذي كان يأتي مباشرة إلى مثلث عاهم، وبالتالي شيئا فشيئا هذا الحصار بدأ يؤدي فعاليته، وبالتالي بدأ هنالك رغبة، وواضح بأن الساعات القادمة قد تكون وقد نكون أمام إعلان كبير من السيطرة على مديرية حرض وتحريرها من ميليشيات الحوثي، وبالتالي هذه المنطقة تصبح تحت السيطرة، وهذه لها مكاسب استراتيجية مهمة يجب أن نفهمها. المكسب الاستراتيجي من السيطرة على هذه المنطقة بأكملها هو له دور كبير. هذه هي الجبال التي نتحدث عنها، هذه الجبال هي تبعد فقط 43 كيلومترا عن محافظة عمران التي تأتي بهذا الاتجاه، وهي تفتح باب الضغط على هذه المحافظة المهمة ألا وهي محافظة صعدة التي تعتبر هي المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي، وبالتالي أيضا هي تفتح الباب لحماية أيضا الحدود مع المملكة العربية السعودية بشكل أكبر. وأيضا يجب أن نفهم أن هذه المنطقة منطقة جبلية، لن تكون الأمور سهلة بالنسبة للثلاثة وأربعين كيلومترا للتقدم بهذا الاتجاه، ولكن مع هذا التقدم والسيطرة على هذه الجبال نحن أمام سيناريوهات مفتوحة مع هذه السيطرة والرغبة الجوية في الوصول إلى نتيجة في المعارك الجبلية التي تأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي إن الوصول بهذه المسافة إلى محافظة عمران سيعني الكثير بالنسبة لهذه المعركة. لماذا؟ فإن تحرير حجة والتوجه إلى عمران بهذه المسافة البسيطة، فإن عمران لا تبعد إلا 50 كيلومترا للوصول إلى صنعاء مباشرة وفتح الضغط عليها، وبالتالي نحن أمام جبهات ليست بالسهلة أبدا. فمأرب هنا هنالك ضغط كبير جدا يأتي من شبوة، رغبة كبيرة في تحريرها والضغط بهذا الاتجاه على صنعاء من اتجاه مأرب، وكذلك يجب أن نفهم أن التقدم تجاه البيضاء فيه هدف استراتيجي أعلنته الحكومة الشرعية، هو نريد تحرير البيضاء، نريد تحرير ذمار وفتح جبهة جنوبية على صنعاء، وبالتالي لاحظ نحن أمام أكثر من جبهة هنا في عملية الهجوم على صنعاء، وبالتالي هذه العملية يبدو أن عملية اليمن السعيد تتوجه إلى تحرير اليمن بالكامل من السيطرة العسكرية من الميليشيات الحوثية، وهذا التقدم قد يبدي بسرعة كبيرة جدا إلى أذهاننا بأننا قد نكون بأن الحوثيين قد يقوموا الآن بهجمات سريعة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية تجاه المملكة العربية السعودية أو حتى الإمارات العربية المتحدة، ولكن مع هذا التقدم الذي نتحدث عنه
يوم أمس فرانك ماكنزي وهو قائد القيادة المركزية الوسطى، هذا الرجل بهذا الشكل وصل إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إلى أبو ظبي، وكانت له تصريحات داعمة إلى الإمارات، بل إنه أكد أيضا بأن عملية نشر هذه الطائرات الـ F-22 سوبر رابتر، بأن هذه الطائرات الـ F-22 لديها رادارات متطورة للغاية تستطيع من ضبط كل صواريخ الكروز أو الصواريخ البالستية أو حتى الطائرات المسيرة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هي قادرة تماما على صد كل الهجمات، وهنالك رغبة في تعزيز العملية الأمنية مع الإمارات. والواشنطن بوست هي اهتمت كثيرا في هذه القضية، ووجدت مع وجود ماكنزي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن توفير ضمانات أمنية مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل حمايتها من صواريخ الحوثيين وكذلك من الطائرات المسيرة. ولكن الأمور تبدو بهذا الشكل، تبدو وكأنها الأمور متوجهة إلى طريق صحيح، ولكن مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تبدو الأمور ليست سهلة مع الحزب الديمقراطي ومع السيطرة الكبيرة التي تجري بسبب هذين النائبين. الآن هذين النائبين هما طبعا من الحزب الديمقراطي وهم يعملون في مجلس النواب الأمريكي، هذا الرجل هو توم بولناوسكي وهذا هو جيم ماكوفرن، وهذين طبعا النائبين قاموا بتقديم مشروع مؤخرا، تحديدا يوم الجمعة الماضي توضح هذا المشروع بأنه قدموا هذا المشروع من أجل عملية إيقاف الدعم للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل الحد من ميليشيات الحوثي بدواعي يعتقدون بأنها ستقلل من الأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن. وبالتالي هذه هي الصفحة الأولى من هذا المشروع والهدف الذي يبحثون عنه بشكل مباشر لتحقيقه في مجلس النواب الأمريكي. باختصار شديد جدا لكي نفهم بأن هذا المشروع هدفه الأساسي هو أن يجبر وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح صلاحيات إلى الشركات الأمريكية المختصة في صيانة الطائرات لمدة سنتين من تقديم أي صيانة للطائرات التي تستخدمها المملكة العربية السعودية في هجماتها على الميليشيات الحوثية، وبالتالي بهذا الشكل لن تتمكن المملكة العربية السعودية من تحقيق الهجمات التي تبحث عنها. وكما تحدثنا هي تأتي تحت ذريعات بأنهم يريدون التقليل والتخفيف من الأزمة الإنسانية. ولكن هذا المشروع وإن كانوا الديمقراطيين هم يسيطرون على مجلس النواب بالأغلبية ومجلس الشيوخ، قد يمرر في مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا المشروع يجب أيضا أن يمر ويصادق عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويجب أن نفهم بأن عملية السيطرة في مجلس الشيوخ هي تأتي 50 مقعدا بالنسبة للحزب الجمهوري وكذلك 50 مقعدا بالنسبة للحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري بأكمله سيصوت ضد هذا المشروع، وإن كانوا الديمقراطيين مسيطرين بشكل كامل مع وجود صوت كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، إلا أن هنالك عدد من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يوافقوا ولن يصادقوا على هذا القرار، لأنهم أيضا لديهم ملاحظات بأن قضية رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب هي التي تسببت بالأزمة الإنسانية، والأرقام هي التي تثبت وليست عمليات التحالف العربي. وبالتالي متوقع لا يصل هذا المشروع إلى أي طريق، ويبقى عبارة عن مواقف تحسب لهؤلاء النواب في أو لهذين النائبين في طبعا مجلس النواب الأمريكي بشكل مباشر. ولكن هذه القضية هي ليست بعيدة من الأمور الدبلوماسية، فروبرت مالي المبعوث الخاص أو مبعوث أمريكا الخاص لإيران كانت لديه أيضا تصريحات في القضايا الدبلوماسية مع السلوك الإيراني الذي أيضا صرح به بشكل مباشر إلى رويترز، وجد بأن الأمور حتى هذه اللحظة لا زالت مستمرة في قضايا الدبلوماسية التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من المستويات، وأنا أتحدث هنا عن مفاوضات فيينا، وهذا ما صرح به مؤخرا الرئيس بايدن. ما زال يريد منا أن نتفاوض في فيينا، سنعود الأسبوع المقبل، هذا رمز أو إشارة على إيماننا المستمر بأن الوضع لم ينتهي وأننا بحاجة إلى إحيائه لأنه في مصلحتنا. لذلك نحن أمام فعلا متغيرات ليست بالسهلة هي تجري في المنطقة بالنسبة للمعارك التي تجري مع الميليشيات الحوثية من هذه الهجمات، ولكن تبقى الأسئلة كبيرة جدا إلى أين سنصل وكيف ستتصرف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا ما لم تنجح هذه المفاوضات في قضية اليمن أو حتى قضايا المنطقة بشكل عام.